الخبر الملح، تكشف عرس أسامة مروة شهدوا المزيد من التفاصيل. قامت أصل الملح مؤخرا بنشر مجموعة من الستوريات كانت عم تجاوب على أسئلة المتابعين اللي سألوها إنه هي ليش ما عم تصور حاليا. بتأصلها بإيموجي قلب مكسور وإيموجي عم يبكي وإيموجي ما فيها تحكي. وكشفت أصلة إنه هي ما فيها تحكي وإنه بكرة راح تخبر جمهورها. ويذكر إنه أصلة حمست الجمهور مؤخرا في مقابلتها مع إيتي بالعربي عن خطوبة أسامة مروة، وكمان تحدثوا عن علاقة أسامة وشيرين. أما فيما يخص جديد ارتباط أسامة مروة، فأسامة ظهر في آخر فيديوهاته على اليوتيوب وحكى أسامة لا رغدة إنه المبلغ اللي خسرته في التحدي الأول راح يصرفه على عرسه.